سلاما لأهل القبط، وسلاما لأهل مصر، وسلاما لكل العالم. برحب بحضراتكم في حلقة اليوم من برنامج الحرية والحدث على شاشة قناة الحرية المتميزة دائما. حلقة اليوم حلقة خاصة ترصد أهم الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، ولكن هذه الحلقة أيضا لها خصوصية لأننا نحتفل فيها بالتذكار التاسع لتجليس عظيم البطاركة البابا تودروس الثاني أدام الله حياته على كرسي ماري مرقس كخليفة رقم 118 في تعداد باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. لذلك اسمحوا لنا في بداية الحلقة نتساءل مع حضراتكم عن الثمار التي حصدتها الكنيسة القبطية سواء داخل مصر أو في الخارج على مدار التسع سنوات التي قضاها البابا تودروس على كرسي ماري مرقس. نحن شهدنا ونلتمس بشكل واضح جدا في المهجر الخدمات الجليلة الكرازية التي أقامها البابا تودروس من رسامات، من نهضة عمرانية، من نهضة روحية، من نهضة اجتماعية، وأيضا التواجد الدائم له في الخارج. لا يعني تمر سنة إلا ويتواجد البابا تودروس في أحد الإبراشيات خارج القطر المصري لرعاية شعبه وافتقادهم، وهذا هو دور واضح وقوي لا يمكن إخفاؤه. كذلك الدور القوي جدا له في داخل مصر في الحفاظ على الوحدة الوطنية والثبات ما بين النسيج الواحد، النسيج المصري، وأيضا البناء مع الدولة حول المواطنة الكاملة. سنتابع مع حضراتكم في هذه الحلقة رصدا أكثر للثمار التي قد جنتها الكنيسة من الداخل ومن الخارج في عهد البابا تودروس الثاني، ولكن اسمحوا لنا في البداية نرصد معكم أهم عناوين الأخبار. أمريكا تنشر القائمة السوداء للدول المنتهكة للحريات الدينية وتدرج روسيا والسعودية. واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة أثيوبيا فورا بعد تصاعد الحرب الأهلية. حادث إرهابي في مدينة ليفربول البريطانية، والسلطات تكشف المفاجأة عن منفذ الهجوم وهويته. في الذكرى التاسعة لتجليس البابا تودروس الثاني، الكنيسة تجني ثمار الداخل والخارج. بعد تبني قناة الحرية قضيته، المحكمة تحيل أوراق قاتل الشاب القبطي إلى مفتي الجمهورية. انطلاق الدورة الأولى لفعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك. كاميرا قناة الحرية تغطي الاحتفال السنوي لكنيسة ماري يوحنا بكوفينا وتلتقي أهم الحضور. الحقيقة الأحداث هذه الأسبوع يمكن تكون مليئة كثيرا، ولكن اسمحوا لنا في البداية في نبأ عاجل وصلنا منذ دقائق قليلة بخصوص الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ذكر البيت الأبيض رسميا أن الرئيس جو بايدن قد قام بنقل صلاحياته لنائبه، حيث سيقوم بإجراء فحص طبي عاجل، وهذا في الوقت الذي يحتفل به الرئيس بايدن يوم السبت غدا بإتمام 79 عاما من عمره. الحقيقة هو سن يعني مبالغ فيه أو كبير، لذلك لا أستبعد أن الوضع الصحي لرئيس جو بايدن ليس على يعني خير أو ليس على تمام. ولذلك حبينا اللي احنا نرصد معكم أن طبعا معلومة أن نائب الرئيس الأمريكي هي نائبته كاميلا هاريس، وهي التي تقوم حاليا بمباشرة إدارة البيت الأبيض أو السلطات الأمريكية عامة بعد نقل الصلاحيات لها. وإذا توفى الرئيس جو بايدن تكون هي المسؤول عن إدارة الحكم في أمريكا حتى يتم انتخاب رئيس جديد، وده بياخد فترة ما بين 6 إلى 9 شهور. عموما في كل أحوال نطلب سلاما له وأن يكون بصحة جيدة. على صعيد آخر خاص بأوضاع الخارجية الأمريكية، نشرت الخارجية الأمريكية مؤخرا بيان بقائمة للدول المنتهكة للحريات الدينية، والحقيقة الكل تفاجئ أن من ضمن الدول دول دولتين عربيتين، منهم المملكة العربية السعودية ودولة عظمى
من دول العالم وهي روسيا. ومعلوم أن روسيا يعني ليست على وفاق أمريكا منذ الحرب الباردة في الستينات من القرن الماضي والتي تستمر حتى الآن، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا حول الدول المدرجة بقائمة العقوبات بسبب الحريات الدينية، مؤكدة على أنها لن تتنازل على التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد. جاء ذلك في بيان الخارجية الأمريكية التي قالت فيه: تقع على عاتق وزارة الخارجية في كل سنة مسؤولية تحديد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تستحق أن تدرج في قائمة العقوبات بموجب قانون الحريات الدينية الدولي بسبب انتهاكها للحرية الدينية. وقد أدرك من ضمن هذه الدول دولة بروما، جمهورية الصين الشعبية، أريتريا، إيران، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كذلك باكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمستان في الدول التي تشكل قلقا خاصا لمشاركتها في انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية. حتى على ترقب الدول التي ربما أن تدرك في قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية، بعض الدول العربية منها الجزائر وجزر القمر، كذلك كوبا ونيكاراغوا، وهي دول يتم مراقبتها لاقترابها من أن تدرك في قائمة العقوبات لانتهاكها الحريات الدينية. الأمر الحقيقة لم يتوقف على ذلك، بل شمل أيضا منظمات تسمى أو تطلق عليها منظمات إرهابية عالمية، منها مثلا حركة الشباب وحركة بوكو حرام، كذلك هيئة تحرير الشام والحوثيين وداعش. فضلا على داعش بقى هنا في تقسيمة ليها، يعني داعش صحراء كبرى وداعش غرب إفريقيا وجماعة نصر الإسلام والمسلمين وطالبان اللي هي متولية الحكم في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، هي دائما مدركة من ضمن قائمة الكيانات التي تشكل خطرا عالميا، وهو من ضمن المدرجين أو هم من ضمن المدرجين في قائمة الدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات الدينية. على جانب آخر، ومن خلال أحد الإدارات في وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الإدارة بواشنطن على تحذير لرعاياها المقيمين في أثيوبيا بالمغادرة فورا. كنا تحدثنا مع أحد المحللين السياسيين الحلقة الماضية الوضع في أثيوبيا وأنها مقبلة على حرب أهلية. لذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي إنذارا لمواطنيها إلى مغادرة أثيوبيا فورا، مضيفة إلى أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجراء والإجلاء عبر الطائرات العسكرية والتجارية، يعني ما يمكنه أن يسافر فليسافر فورا وفقا لتصاعد الحرب الأهلية بين القبائل الأثيوبية. أمر كما كنا نتوقعه في شدة الخطورة بأثيوبيا. كلنا تابعنا من خلال السوشيال ميديا والوكالات الأنباء العالمية محاولة شخص من أصل سوري تفجير أحد الكنائس بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة أو بريطانيا، وفشلوا في ذلك. والدور الفدائي الذي قام به السائق لأحد الحافلات تاكسي اسمه ديفيد، وتفجير العبوة التي كانت مع الشخص وهو داخل العربية بعد أن أغلق هذا السائق الأبواب لمنعه من الخروج وتهديد وترويع المواطنين، وانفجرت العبوة على مرأى ومسمع جميع. يعني لو في إمكاننا نعلن بعض المشاهد لهذه الحادثة، هو هنا لما السائق حس به خطورة وانبعاث بعض الأدخنة من حقيبة هذا الراكب، توجه به ناحية مكان ربما خالي شوية من البشر، هو بجوار مستشفى لكن الميدان نفسه كان خالي من البشر، وهذا السائق خرج سريعا من العربية بعد أن أغلق أبوابها على الراكب الإرهابي، والتي في هذه اللحظة انفجرت العبوة الناسفة التي كان يستهدف بها أحد الكنائس بمدينة ليفربول.
واختار كنيسة إنجليكية أو بروتستانتية علشان يعلم جيدا أن هذه الكنيسة تحتشد بالمصلين ويكون الإصابات والوفيات على أكبر قدر ممكن. معنا لتحليل هذا الحادث الخطير دكتور إبراهيم حبيب، نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا والمقيم أيضا بإنجلترا. مساء الخير يا دكتور إبراهيم. مساء الخير يا فندم. أولا بخير. نتمنى تكون بخير وتكون بصحة جيدة، ونشكرك على إتاحة هذا الوقت لنا. شكرا يا فندم، تحت أمرك. دكتور إبراهيم، تحليلك والمعلومات التي وصلت لحضرتك في حادث محاولة تفجير أحد الكنائس برافالبول على يد لاجئ سوري، وأيضا الدور البطولي الذي قام به السائق ديفيد في منعه من الوصول إلى الكنيسة وتقليل خطر هذا الانفجار. اللي عرفناه يعني لغاية دلوقتي صورة مش كاملة يعني قوي، بس اللي حصل ان اللي نعرفه ان هو جاء في طلب أسايلم في سنة 2014، و بعد كده اخذ 2014-2015، نعم، طلب انه يتحول للمسيحية سنة 2017، نعم. ويبدو كل الابلكيشنز بتاعته للاسايلم كانت بتترفض، وبعدين في سنه 15 دي بالذات سوري سنه يعني السنه اللي قدم فيها كان سنه 15 على ما اعتقد 2018، تم رفض تام لطلب اللجوء بتاعه، وهو كان الحقيقه بيعزز محاوله طلب اللجوء دوت من هو يتحول من الاسلام للمسيحيه لكي يخضع إدارة الهجرة بأن هو يعني لا يمكن عودته مرة أخرى إلى بلاده، وبالتالي يقبل الطلب، ولكن تم رفض الطلب فعليا من إدارة الهجرة البريطانية. تمام. هو تحول سنة 17 عشان الأغلبية بتقول أنه هو عشان يساعد طلب الهجرة بتاعه، وفي السنة دي بالذات كان أنا طبعا بتابع حالات المهاجرين والكونفرت اللي جم عندنا المتحولين للديانة المسيحية، طبعا غالبا من الشرق الأوسط هيبقوا جايين من الإسلام. تمام. فالبوردر ايجنسي، أنا قلت فادي الكلام ده، كان في عندهم يعني زي لائحة داخلية وكانوا بينشروها على الويب سايت بتاع البوردر ايجنسي اللي هي المسؤولة عن قبول طلبات الابليكانتس بتوع اللي هم بيطلبوا ان هم ياخدوا اسايلم. فكان في اربع كاتب تدوى مسموح لهم بالطلب الهجره او الاسايلم، يعني طلب الاسايلم اللجوء السياسي او الديني، كانوا اربعه من ضمنهم المتنصرين دي واحده، المتزوجين من واحده مسلمه اثنين، المشتركين في بناء كنائس في مصر ثلاثة، واللي بيبشروا بالمسيحية في مصر. تمام. دول الأربعة كاتيجوري اللي كانوا يعني معلن عنه، وإحنا اتبسطت جدا لما شفنا الموضوع ده وقلنا نستغله، والناس اللي عندنا كان عندنا مجموعة برضو طالبة أسايلم، ويعني وطبعا يعني حاولنا نستفيد بالنقطه دي، ما استمرتش كتير لان في مجموعه او حد من الايرانيين اكتشف ان هو بيستغل الطريقه دي عشان يتحول عشان يقبلوا الطلب بتاعه في دخول. ولكن الحقيقه ان دي مش كميه كبيره، الايرانيين عندنا في برمنجهام فيهم كنيسه جزء كبير جدا وكنيستهم مليانه ونشيطه، وجزء كبير جدا من الايرانيين تنصروا بجد، ما كانوش يعني طالبين يعني ما كانوش بيستغلوا زي عماد الموضوع ده. وعماد تحول المسيحية في سنه 17، هو تحديدا اسمه عماد السليمين، وهو من اصل سوري وكان قادم الى انجلترا مسلم الديانه، ثم زي ما قال دكتور إبراهيم أنه هو تحول إلى المسيحية في 2017-2018 علشان تقبل قضيته، ولكن تم رفض القضية، ولذلك الحقيقة تحول هذا الشخص 180 درجة في عداء للمسيحية،
وكما رصدت السلطات الإنجليزية، وخلي بالكم هو كان دكتور إبراهيم مدقق جدا في كلامه، أن حتى الآن لم تتضح الصورة لأن لم تنتهي السلطات الإنجليزية من التحقيق مع هذا الشخص أو التحقيق حول القضية، أسف، لأن هذا الشخص قد توفى. في ثلاث أشخاص تم استوقافهم للتحقيق معهم في هذه الحادثة، وفي شخصين قتلوا من ضمنهم هذا الشخص، وفي شخصين كمان مصابين من ضمنهم ديفيد ساك البطل. لكن ما تم رصده حتى الآن أن هذا الشخص يبلغ من العمر حاليا 32 سنة ويجهز لهذا التفجير منذ إبريل الماضي، على حسب ما تم رصده وتم اقتحام مسكنه والاطلاع على أوراق وتجهيزات أكدت أن هذا العمل كان مجهز لي ومعد لي من إبريل الماضي، يعني من حوالي 7 شهور. وأن هذا الشخص على حسب ما أيضا أعلنت السلطات الإنجليزية قد عانى من فترات من المرض النفسي لفترات متتالية، وكان يتردد على دكتور نفسي تابع للحكومة الإنجليزية، ولكن الشرطة أعلنت أن هو قائم بهذه الفعل عن عمد، عن رصد، عن تدبير، عن تخطيط مسبق، وبالتالي هو لم يكن زي ما بيقولوا كده باي لك أو بالصدفة قام بهذا التفجير، لكن زي ما رصدته السلطات الإنجليزية معد ليه مسبقا. هل الكلام ده مظبوط يا دكتور إبراهيم؟ كده بصفة عامة مظبوط. الناس بقى دلوقتي بعد ما قالوا إن علاقته بالكنيسة انقطعت في سنة بعد سنة سنة 18، دلوقتي يعني لو هو فعلا مسيحي طيب مين القسيس اللي هو بيبشره؟ أنهي كنيسة بيروحها؟ مين اللي بيديله التناول؟ يعني الهولي كوميونيون مين بيديهوله؟ فهو واضح يعني رأي الأغلبية إن هو تحول المسيحية بغرض حاجة واحدة بس اللي هو الحصول على التأشيرة، ولما فشل ساب المسيحية خالص. كان هو طبعا، ودي بقى نقطة أثروها، يعني ما فيش أي طريقة موجودة تقدر تعرف فيها اللي جوه البني آدم. طيب احنا معانا صورة، استأذنك بس نعرض صورة لهذا الشخص، آخر صورة ليه داخل أركان هذه الكنيسة التي كان يتردد عليها بصحبة رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكية بليفربول. والصورة ديت ربما تظهر أن الشخص دوت منذ هذا العهد وهذا التوقيت لم يتردد على الكنيسة مرة أخرى، تحديدا زي ما قال دكتور إبراهيم منذ أعلان رفضه من قبل إدارة الهجرة الإنجليزية أو رفض طلب اللجوء بتاعه لدى إدارة الهجرة الإنجليزية. هذا سؤال يستدعيني يا دكتور إبراهيم للسؤال، هل ما زالت إنجلترا والدول الأوروبية التي تدفع شبه يوميا ثمن قبولها للاجئين غير مصنفين بشكل آمن، تدفع الدول الأوروبية ثمن فتح أبوابها لهؤلاء؟ لأن إحنا مش دي أول حادثة، سبقتها حوادث كتيرة جدا للاجئين من أصل عربي قاموا بأعمال إرهابية في دول أوروبية مقيمين فيها. الموضوع ده طويلاوي ومعقد، يعني امبارح وصل 1000 وحاجة بالقوارب من فرنسا، وفرنسا بتقول انتوا قلتوا لنا هتدفعونا 54 مليون استرليني مقابل ان احنا نحط حراسة زيادة وما دفعتوش حاجة يا انجلترا. وبعدين النظام بتاع يعني الاسايلم حاليا بيعاني من فشل شنيع، لسبب ان كانوا بيقولوا مرضى صبحية، اللي كان بيترفض الاسايلم بتاعه كان يعني سريعا جدا كانوا بيرجعوه بيرحلوه، مش قادرين. الكمية اللي بتخش البلد رهيبة، بقول لحضرتك امبارح بس يعني امبارح عدى 1000، عادة بيجي ميات كل يوم، يوميا بيجي عن طريق البحر. وبعدين الناس هنا برضو يعني ما تعرفش، يعني الحكومة مش وشي واشي شوية، في ناس متعاطفين بالحكومة ويقول لك ازاي ده قانون دولي، وطبعا حسب الاتفاقية بتاعة جنيفا على اللجوء السياسي بتقول ان اي واحد بيخشى على حياته
ممكن يقدم على اللجوء في أقرب دولة، أول دولة يقدر يعني أول حدود ده، حتى لو بيعمل فيها ترانزيت. يعني في قانون دولي يقول لك حتى لو شخص دوت رايح من دولة لدولة تانية وعامل ترانزيت بالذات في الدول تشنج الدول الأوروبية يقدر فيها يقدم على اللجوء. احنا الحظ ما عندناش ايه، ما فيش في انجلترا بس في دول زي المانيا وهولندا غيرها. لكن الخطوره هنا يا دكتور ابراهيم، الخطوره هنا يا دكتور ابراهيم، لماذا لا تعالج ادارات الهجره في الدول الاوروبيه ازمه الفيدباك او الفيدباك جراوند او اللي بيسموه التشيك اب باك جراوند للاشخاص اللي قادمين ليها، بحيث يعرفوا قدر الامكان يقللوا خطوره الوضع الامني حتى لمواطنين الدول ديت، في ان الشخص اللي قادم دوت يكون خلفيته ارهابيه، خلفيته متشدده، ما لازم يتشكوا. يعني انا مش فاهم ازاي الدول الاوروبيه بتقبل بسهوله هذه الملفات وهو اترفض من 2018، من 2018 لحد 2021، لماذا لم يتم اجلاء او ترحيل هذا الشخص؟ ما ده برضه مسؤوليه اداره الهجره الانجليزيه. اللي كان بيتكلم النهارده من حزب ايه المعارض بيقولوا انتوا ليكوا 11 سنه في الحكم وفي وجودكم الاسايلم باظ وفشل تماما، ده من سنه 18 زي ما انت حضرتك بتقول، ولغايه دلوقتي ما قدروش ما رجعوش تاني. طيب عموما احنا في صدد يعني ان يتم معالجه هذه الاشكاليه ويتم مراجعه اوضاع اللاجئين في دول اوروبا وما يتم رفضهم يتم ترحيلهم فورا بدون اي نقاش. انا الحقيقه بشكرك جدا يا دكتور ابراهيم على مشاركتك، ونتمنى أن يتم الأخذ بتوصياتك الهامة. شكرا جدا لحضرتك. من جانبها مصر برضو وزارة الخارجية المصرية أعربت عن إدانتها للتفجير الذي وقع بمدينة ليفربول المتحدة عبر تفجير سيارة كانت تقل منفذ الحادث أمام مستشفى بالمدينة. وذكرت وزارة الخارجية أنها تؤكد حكومة وشعبا تضامنها مع المملكة المتحدة في مواجهة مختلف أشكال التطرف والعنف والإرهاب. وسبقت مصر ودفعت ثمن مواجهة الإرهاب، ربما ما زالت تدفع ثمن. وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في جملة، قال إحنا بنحاول نفدي العالم من خطور الإرهاب من خلال المواجهة المباشرة التي تتم ما بيننا وبينهم وتحديدا في سيناء. نشكر ربنا تقلصت جدا أعمال إرهابية عديدة في مصر ويمكن أصبحت أرقامها لا تذكر، لكن مصر هي التي وقفت صد حائط صد أمام هذه الأعمال الإرهابية التي كانت تسعى للانتشار عالميا، ولكن مصر حالت دون انتشار هذه الجماعات وهذه العناصر الإجرامية. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة العريقة، الكنيسة التي لها تاريخ حافل بالإنجازات، بالمواقف الوطنية، بالشهداء والقديسين. ده أنا بفتخر حتى الآن لما بتكلم مع أمريكان إن فيهم أسماء من قديسين كنيستنا، يعني ماركو وأنطونيوس أو أنتوني وغيره وغيره، أسماء كتيرة جدا الأمريكان نفسهم بيتسموا بيها وهم مش عارفين أصلها إيه. ولما أقول لهم إن أصلها مصري لقديسين وشهداء مصريين بينبهروا جدا. من إعجاز كنيستنا القبطية التي تسجل يوميا بأحرف من ذهب عظمة وإجلال هذه العقيدة وهذه الهوية العظيمة، هو ما نحتفل به هذه الأيام في الذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروث الثاني بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسائر أركان المهجر، ليكون رقم 118 من تعداد باباوات الكنيسة. طبعا باسمي وباسم كل العاملين في قناة الحرية إدارة وعاملين ومشاهدين، نتقدم بخالص التهنئة لقداسة البابا في عيد تجليسه التاسع. ومعلوم أن البابا تواضروث بيحتفل بهذه المناسبة بشكل روحي أكثر، لذلك أقام البابا تواضروث في مركز لوغوس بوادي نطرون قداسا إلهيا، حضروا حوالي 98 عضو بالمجمع المقدس، وأقيمت على حيثياته السيمينار الكنسي. وربما الصورة دي تشهد، لا لو نرجع معلش خطوة، الصورة دي تشهد شكل القداس اللي كان أقامه البابا تواضروث بالظبط كده مع 98 عضو من أعضاء المجمع المقدس، وطبعا على رأسهم المطران الجليل الأنبا بخوميوس مطران البحيرة، و
سقفة من قرص الأورشليمي زي الأنبا أنطونيوس، ومن دول الخارج زي الأنبا أنتوني أسقف إنجلترا وغيره وغيره من الأساقفة. وكان الحقيقة البابا توادروس دائما يعتاد أن لا يقيم يعني احتفالات مبهجة أو صاخبة بخصوص موضوع يعني احتفال بتجليسه، ولكن كانت هذه الأمور في منتهى البساطة والروحانية لأجل أن يكون الكنيسة ما فيهاش يعني في الوقت الحالي فرصة أو إتاحة وقت لاحتفالات كبيرة. البابا توادروس قاد الكنيسة منذ 9 سنوات، وهذا ما صدرته جريدة اليوم السابع، وحقيقة كانت فترة صعبة بلا أدنى شك. كان من الصعب اللي احنا حتى نرصد الكثير من المواقف، لكن كان أهمها وأشهرها موقف إعلان الاتحاد الوطني أو الكيانات الوطنية من خلال بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقتها كان الفريق الأول عبد الفتاح السيسي يوم 3/7، وكان هذا التوقيت هو فاصل في ما قبل وما بعد، ما قبل الفاشية الإخوانية وما بعدها في دولة تسعى للمواطنة. ونشكر ربنا كان هذا القرار، وربما دفعنا ثمنه من خلال تشدد وتعصب وهمجية الإخوان، لكن كان هذا هو القرار الصائب. معنا للمشاركة في هذه المناسبة الجميلة أبينا الحبيب القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. نقابل الأيادي وتسابونا. أهلا بك أخي فادي تايش. نشكر ربنا يا أبونا كلنا بخير بصلواتك، وبنهني قدسك وبنهني الكنيسة بعيد تجليس البابا توادروس التاسع للكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية. طبعا هي مناسبة مفرحة لكل شعب الكنيسة، ويعني بنهني قداسة البابا بعيد التجليس، ونتمنى له مزيد من العمل الرعوي الفعال والمثمر، لأنه الحقيقة 9 سنوات بيشهدوا على يعني إضافات وبصمات حقيقية في الكنيسة في عهد قداسة البابا. ما لمست يا أتسابونا في خلال 9 سنوات؟ يعني ربما أتسك تقيم في داخل القطر المصري، وكنت مصاحب لقداسة البابا في زيارات مؤخرة عديدة لافتتاح كنائس أو عمل الميرون أو انعقاد سيمينارات للمجمع المقدس، وربما مؤخرا السيمينار الثامن اللي كان أقيم في مركز لوجوس بدير الأنبا بشوي بوادي نطرون. يعني ما لمست قدسك خلال هذه الفترة من روح البابا التنشيطية دائما لنهضة عمرانية واجتماعية وروحية أثمرت كثيرا للكنيسة القبطية بالداخل والخارج؟ هو الحقيقة من البداية قداسة البابا كان صاحب رؤية واضحة للكنيسة، وعايز أقول أكتر حلم. يعني الكنيسة في ذهن قداسة البابا من بداية عمله الرعوي كأب بطريرك كانت في صورة محددة، هو بيحاول أنه يقود الكنيسة إليها، ولا شك أن هي صورة ملامحها وتفاصيلها فيها ما هو أفضل للكنيسة. والحقيقة ده عمل كل بطريرك بيأتي إلى الكنيسة. يعني إحنا نقدر نقول أن قداسة البابا كيرلس السادس جاء إلى الكنيسة وقدها عبر 12 سنة ووضع رؤية، وحدثت في عهده متغيرات واضحة. أيضا في عهد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث ما يعني حوالي 40 سنة أو أكثر كمان شوية، قاد الكنيسة وصنع تاريخ
وترك بصمات حقيقية. النهاردة بعد 9 سنين في عهد قداسة البابا تواضروس، ويعني أطال الله حياته، وضحت بصماته ورؤاه، وفي متغيرات واضحة على أكثر من صعيد. يعني مثلا نقدر نقول وبكل وضوح إعادة ترتيب وتنظيم أمور كثيرة في الكنيسة من خلال اللوائح اللي صدرت لكذا قطاع من قطاعات العمل الرعوي، زي المجلس الكليركي وتسابونا مثلا، إعادة تنظيمه داخليا وخارجيا، المجالس الإكليريكية وتقسيمها لخمس مجالس إقليمية لمزيد من التركيز. ويمكن ده بيخليني أقول لما حضرتك بتقول المجالس الإكليريكية، الهم الأكبر، الهم الرعوي الأكبر اللي بيشغل قداسة البابا هو شعبه وخدمتهم. أكيد، لأنه تقسيم المجالس الإكليريكية إلى عدد من المجالس ده معناه أنه مشكلات الناس في هذا المجال هتبقى محل اهتمام من ناحية، وفريق كل مجلس هيعتني بالملفات وبالتالي هيعطي حلول في وقت أسرع. بينما حضرتك تعلم والجميع يعلم أنه قبل كده كان الأمور دي بتمتد لسنوات طويلة. أنا يمكن كنت بشاور على اللوائح، بشاور على حالة الافتقاد والاهتمام والمتابعة من قداسة البابا لأمور كتيرة ما بين تدشين كنائس ولقاءات عديدة مع قطاعات عديدة من الشعب، أيضا المشروعات التعليمية، وده موضوع الحقيقة لي بصمة واضحة زي مشروع 1000 معلم كنسي، وأيضا مشروع 1000 معلم دين مسيحي، كلها مشروعات تعليمية بتتبنى آليات عصرية وحديثة وأكثر فعالية بالتالي في توصيل التعليم الكنسي. أيضا ما نقدرش ننسى أبدا قانون بناء الكنائس اللي أثمر استقرار في هذا الملف اللي عانت منه الكنيسة لقرون، وأمور الحقيقة عديدة، البصمات واضحة، والحقيقة كان آخرها النهاردة سيمينار اللي تم اللي اختتم النهاردة بعد ظهر اليوم. كمان الحقيقة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة اللي بيسعى البابا تواضروس في التشريع من قبل البرلمان المصري، لأن أنت قدسك عارف أن هذا المشروع تحديدا سيجلب الكثير من الخير لكنيستنا، يعني فكر العديد من الأزمات داخل الأوساط الأسرية في الكنيسة. بابا يسعى دائما لراحة شعبه، وبالتالي هذا القانون بما يشمله من تحديثات كثيرة في مواده أعتقد هيوجد حالة انفراجة في أزمة الأحوال الشخصية في يعني طائفة الأقباط بكل طوافه. والحقيقة أنا يمكن إن أردنا أن نلخص أهداف قداسة البابا أو سعيه بمعنى أدق، هم يعني لخصهم في نقطتين أو في كلمتين: تخفيف معاناة الشعب، زي ما كنت بقول تخفيف معاناة، وتعليم وتثقيف وبناء وعي. يعني هنقول تخفيف معاناة وبناء وعي الشعب، دي خلاصة ما يسعى إليه قداسة البابا، أن يبنى وعي الشعب القبطي، وأن نرفع عن كاهله كل الأتعاب قدر الاستطاعة. أمين. أتسابونا ممكن تسمح لي أنتقل معاك سريعا إلى ثمار قد جنتها الكنيسة القبطية بالخارج على مدار 9 سنوات. كان البابا تواضروس مهتم جدا برعاية شعبه وافتقادهم في الخارج، وأيضا
انتشار لكرازة الكنيسة القبطية في دول العالم، لدرجة أن في دول لأول مرة بنسمع أن لنا كنائس فيها زي اليابان. بابا طوادروس بشخصه راح اليابان وافتتح كنيسة هناك ورسم كاهن هناك علشان طبعاً. يعني الخدمة تنتشر ويعني تثمر. طبعا في اليابان وفي نيوزيلندا، والحقيقة أيضا الدول المهجر كانت شغل شاغل لقداسة البابا. هو قام بعدة زيارات رعوية إلى كنائس المهجر، وطبعا الزيارات دي كان ليها ثمار وليها بركات. يعني أنا عايز أشاور على أبرزها، أنه إضافة إبرشيات جديدة، يعني أضيفت إبرشيات جديدة ورسم أباء أساقفة مساعدين لمزيد من التركيز في العمل الرعوي في الخارج. أيضا رسمات أباء كهنة النهاردة، الأباء الكهنة في الخارج عددهم وصل حوالي 500 أب كاهن وراهب بيخدموا في الخارج. حاجة جميلة، حاجة تشرف. طبعا فهو طبعا قداسة البابا هو كما يعلم الجميع هو بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكرازة بتمتد في كرازة المرقسية يعني بتمتد في كل دول العالم. يعني قداسة البابا لما يعني بيسافر خارج مصر هو أيضا في نطاق خدمته، يذهب داخل نطاق خدمته. أي حد فينا بيسافر في الخارج فهو يعني ترك مكانه، لكن قداسة البابا لا، لأنه الكرازة المرقسية ممتدة في كل القارات. أيضا هناك الأباء الأساقفة اللي سيموا في مؤخرا في أفريقيا وفي آسيا، وعندنا أيضا في البرازيل وفي بوليفيا والمكسيك. كل دي نعم، والمكسيك كمان يا بونا. أيوة طبعا. لا أنا بتكلم الإبرشيات. تمام. يعني لنا إبرشية في البرازيل وإبرشية في بوليفيا، نيافة الأنبا أغاثون ونيافة الأنبا يوسف، وحاليا في آسيا نيافة الأنبا رويس، وفي أفريقيا بالإضافة الأباء الأساقفة اللي كانوا موجودين انضم إليهم نيافة الأنبا جوزيف، واخد مجموعة دول في جنوب القارة. كل ده عمل رعوي وكرازي في الخارج، واهتمام واضح من قداسة البابا بدول المهجر. ربنا يديله طولة العمر وإلى منتهى الأعوام، رعاية حكيمة والحقيقة رعاية أيضا وطنية، لأن لا يغفل على أحد الدور الوطني الذي عززه البابا طوادروس للكنيسة القبطية. والعلاقة أعتقد أنا كواحد قارئ في وباحث في التاريخ الكنسي، مرينا بعصور كتيرة جدا، لكن تعتبر هذه الفترة هي أفضل علاقة ما بين الدولة والكنيسة. يعني حتى الدولة نفسها بتقوم بحاجات اعتبارا أن يعني لروح البابا طوادروس ومحبته، بين العلاقة بينه وبين رئيس السيسي بتجعل الدولة تدفع إلى العديد والعديد من المساهمات لانتشار أيضا الكنيسة وافتتاح كنائس في المدن الجديدة، وتوافق على تقنين أوضاع كنائس يعني الموجودة في القائمة، والمبادرات اللي بتشارك فيها كنيسة مع الدولة أيضا زي حياة كريمة وغيرها. فوصف حضرتك لهذه العلاقة القيمة والثمينة التي تحظى بها الكنيسة مع الدولة. وصفي ليها أنه حينما تجتمع النوايا على حب وخدمة الوطن، ويكون الوطن هو القصد والهدف، هنا تظهر مثل هذه العلاقات. لأنه مصر بتتمتع حاليا برئيس فعلا فعلا وطني، وطنية حقيقية، وأيضا هو يهتم بالمواطن وبالذات المواطن الأقل دخلا والفقير. والعمل اللي بتقوم بالدولة المصرية
في عهد الرئيس السيسي عمل في حقيقة هناك إرادة لبناء حياة المواطن، فطبيعي أنه يحدث التقارب. ليه؟ لأنه إحنا قدام برضو أب بطريرك وطني بيحب وطنه، والمواقف خلال سنوات التسعة الماضية بتؤكد هذا، يبقى طبيعي أن يحدث التقارب. مزبوط. التقارب هنا على هذه الأرضية الوطنية وتوافق الأهداف. نشكر ربنا، وأعتقد هذا يجنيه أيضا جموع الأقباط في العلاقة الجيدة ما بين الدولة والكنيسة. ونشكر أيضا الرئيس السيسي على سعيه نحو دولة مواطنة كاملة، وهذا ما يتحقق فعلا على الأرض الواقع مقارنة بأوضاع سابقة وأحداث طائفية وأزمات واصطدامات ما بين كنيسة الدولة. أنا أفتكر في عهد بابا شنودة حصلت صدمات كثيرة، منها أزمة الزواج الثاني، وأزمة طبعا العلاقة بينه وبين السادات لا تغفل على أحد. لكن ما هو ده يمكن ده اللي أنا كنت بشاور عليه، إنه حينما يكون رأس الدولة بيعني بالفعل بالوطن بكل إخلاص، طبيعي إنه يتقارب، أن يحدث هذا التقارب اللي احنا بنشاور عليه. بس برضو أنا بحب دايما أقول بخصوص الحصاد، أن الحصاد هنا يذهب إلى كل المصريين. تمام. لأن الأرضية أرضية مواطنة. تمام، أتفق جدا مع قدسك، ونتمنى أن تثمر نتاج فترة تجليس البابا تودروس على كرسي مرموركوس، أدام الله حياته لسنين عديدة وإلى منتهى الأوام، أن تثمر على المصريين جميعا بالخير والبركة، وعلى بلدنا بنموذج مشرف للوحدة الوطنية والتوافق ما بين أفراد وأطياف الشعب. أشكرك جدا أبينا الحبيب القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية. شكرا جدا قدسك. شكرا لك. على صعيد العلاقات أيضا اللي بتقيمها كنيسة مع الخارج كمؤسسة وطنية، استقبل البابا تودروس الأمير تشارلز ولي عهد إنجلترا هو وزوجته. ده يعتبر اللقاء الثاني ليهم، كان اللقاء الأولاني حوالي كان في مايو 2017 فات، زار الأمير تشارلز مصر، وطبعا قام بزيارة البابا تودروس هو وزوجته، وكان من ضمن الحضور الأنبا أنتوني أسقف كان من ضمنهم الأنبا أنجليوس أسقف لندن من ضمن الحضور، وكلموا في قضايا مختلفة منها قضايا المناخ والاهتمام العالمي. وأيضا تكلم البابا شنودة عن زي الكنيسة بتهتم بالصلاة للنيل على حس يعني أزمة نهر النيل، وتطرق أيضا للعديد من القضايا منها قضايا العنف ضد المرأة ومعالجة أمور خاصة بالمجتمع المصري. نشكر البابا تودروس على كل شيء يقدمه من أجل رفعة وتقدم شأن المصريين جميعا، وأيضا سمو العلاقة ما بين الكنيسة والدولة، وصورة الكنيسة وثمارها التي تجنيها وما زال تجنيها وسوف تجنيها في المستقبل تحت رعايته الحكيمة، سواء داخل قطر المصري أو في الخارج. من ضمن الهموم القبطية اللي احنا كنا رصدناها في وقت سابق، قتل تم لشاب قبطي اسمه أندرو جرجس على يد شخص للأسف متشدد، وكانت للأسف يعني في الوقت دوت الأمور مش ماشية في نصاب العدالة، وده خلى والدة أندرو تعمل معانا مداخلة وتطلب بحق ابنها والقصاص له وفقا للعدالة المصرية، فإن من يقتل يقتل، وده بحكم القانون المصري، لأن الجريمة ديت كاملة الأركان، قتل مع سبق الإصرار والترصد. وكانت الحقيقة الساعات اللي فاتت ديت شاهدة لتنفيذ العدالة الناجزة في مصر، لأن صدر حكم من محكمة جنايات أسوان بإحالة أوراق قاتل شاب قبطي وهو أندرو جرجس 19 سنة إلى مفتي الجمهورية لتأكيد حكم الإعدام. وعربت الأستاذة إيمان داود والدة الشهيد أندرو جرجس عن فرحتها وسعادتها البالغة بعودة حق ابنها بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وتتمنى تنفيذ حكم الإعدام عليه وفقا لأحكام القانون المصري.
أعتقد أستاذ إيمان معانا على التليفون، مش كده برضو؟ طب نحاول نسترجع تاني أستاذ إيمان، لأن هي الحقيقة كانت حابة تقدم كلمة لقناة الحرية اللي تبنت قضية ابنها، وأيضا تطلعنا على تفاصيل هذا الحكم الذي جاء عادل لمقتل أو استشهاد ابنها أندرو جرجس. ترجع أحداث هذه الواقعة إلى قيام القاتل ب يدعى صلاح محمد 28 سنة بطعن الشاب القبطي أندرو جرجس 19 سنة 34 طعنة متفرقة بالجسم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقد توفى نجلها فورا. يمكن ما لحقتوش يعني المستشفى في إسعافه، وتم استهداف الجاني من خلال الشرطة المصرية، وقامت قطاع الأمن العام بأسوان بقبض عليه وتشكيل فريق بحث جنائي، وتبين من خلال التحقيقات أنه قام في منطقة اسمها المدينة الصناعية الجديدة بناحية قسم الثاني أسوان، قام بالتعدي بالسلاح الأبيض بالمطوى على أندرو جرجس، وعقب ارتكابه الجريمة استولى على التوك توك بتاعه وتركه في الشارع بعد أن نفذ البنزين منه وهرب. ولكن هنشكر ربنا تم القبض على صلاح وتوجيه تهمة الإعدام القتل مع سبق الإثارة والترصد لأندرو. معانا أستاذة إيمان، مساء الخير يا فندم. سلام يا أستاذ فادي، زي حضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تفضلي يا أستاذة إيمان. في البداية أنا بقول لك نشكر ربنا إن الحق يعني ظهر جليا من خلال الحكم الخاص بجنايات محكمة جنايات أسوان بتحويل أوراق قاتل ابنك الشهيد أندرو إلى مفتي الجمهورية لتنفيذ حكم الإعدام أو لتأكيد حكم الإعدام. الحمد لله، نشكر ربنا الحمد لله، ونشكر رجال المباحث، ونشكر القضاء المصري اللي الحق ان جابوا الحق لأندرو ورجعوا له حقه، وكنت انا عشمانه في القضاء المصري، ونشكر ربنا الحمد لله، ونشكر ربنا الحمد لله، نشكر ربنا. طيب كنت حضرتك في معانا في مداخله سابقه من حوالي ما يقرب من عام، تكلمتي عن حق أندرو ومحاوله البعض في يعني استخلاص الجاني من المسؤوليه عن قتل أندرو. عايز اعرف من ساعتها، من ساعه المكالمه دي، يعني ايه التطورات اللي حصلت؟ انا حضرتك عملت مداخله مع حضرتك مرتين قبل كده، كان في قضيه أندرو برضو. تمام. اللي كان بيحصل ان المحامي طبعا كان مجومين محامي، كذا محامي مجومين له ان عشان يدافع عنه، عشان يطلعوا براءه، او عشان يطلعوا من التهمه اللي هو اساسا عاملها. بس طبعا تقرير الطبيب الشرعي طيب مثبت، المباحث تحريات المباحث كلها، لان هو واخد أندرو من عند البيت، من عند بيتهم، من عند المكان اللي هو أندرو راح جاب التوك توك بتاعه من الجراج، لان هو جنب الجراج ساكنين هناك جنب منيهم، فهو واخد أندرو من هناك من عند البيت، الكاميرات جايباه، لكن مع أندرو ما فيش غيره هو بس. فطبعا يعني المحامي بتاعه يعني عايز يطلعه براءة، عايز يطلعه بأي طريقة، فطبعا دي كل حاجة مثبت عليه، يعني كاميرات والفيديوهات جايباه، الكاميرات كلها جايباه، والتقرير الطبيب الشرعي يعني مثبت اني مدي الأندرو 34 طعنة، مش طعنة ولا اتنين، وكسر له رجله ورميه في حتة جبل، عشان خاطر ان لو أندرو قاعد حي ورجع هيعرف، طبعا هيعرف يجيب له اني من نفس المنطقة. فطبعا كل اني لا يعني يعني ناوي على أندرو اني هيقتله. ما دي بتسمى قانونيا مع سبق الإصرار والترصد، ودي اللي بتحول اي قضيه قتل من المؤبد للاعدام. وفعلا ده، وصدقني اعدام قليل عليه، وانا بناشد القضاء المصري وبناشد فضيله المفتي اللي هينفذ حكم الاعدام ويوافق على حكم الاعدام. انا عايز حكم الاعدام يتنفذ باقصى سرعه باقصى وقت، انا عايز اشوفه جثه قدام عيني زي ما شفت أندرو بولدي. انا هو ده اللي هيهدي ناري فعلا، اني لازم ينفذ الحكم في اسرع وقت ممكن. طيب لان يعني ما هل هذا الحكم، هل هذا الحكم قابل للطعن او النقد ولا حكم نهائي؟ هو القاضي في اخر جلسه نطق بالحكم احاله اوراق فضيله المفتي،
لكن ان عشان ما هيطعن هيطعن ولا ما يطعنش دي انا ما اعرفش بالنسبه يعني للقضاء وكده. بس حتى لو عمل ايه ده قتل عمد مع سبق اصرار وترصد. تمام. والتقرير الطبيب الشرعي مثبت كله والتقرير المباحث وكل حاجه مثبته يعني ما طيب. لو عمل ايه اصلي على مدار سنه كان في تواصل ما بيني او انا وحضرتك بصرف النظر عن المكالمتين كنا بنتابع اخر الاحداث خاصه بقضيه اندرو. ف طبعا كان شغفك أيوة واهتمامك ان يعني ياخذ العداله مجراها ويتم حكم الاعدام على شخص وهذا ما حدث. سؤالي هنا بقى مدى أكيد. شعورك في استقبال هذا الخبر؟ شعوري انا بقول الحمد لله اشكر ربنا الحمد لله ان ربنا جبر بخاطري وسمع صرخاتي وسمع يعني وشاف كويه قلبي ان انا ادخل على اندرو واشوف عز شباب وجثه قدام عيني اني الحمد لله ربنا جبر بخاطري واخذت الحكم اللي هو يتحول لفضيله المفتي وده قليل عليه الحكم ديا. يعني انا فرحتي انا الحمد لله فرحانه ومبسوطه اني اخذت حق اندرو وتحول اوراقه للمفتي بس تكمل فرحتي لما يتنفذ الحكم. عايزه يتنفذ الحكم أكيد. بطالب سياده الرئيس السيسي المفروض حكم زي كده يكون قاتل زي كده يتنفذ قدام امام شاشات التلفزيون المصري يتعرض قدام التلفزيون الناس كلها تشوفه هو في حاله الاعدام بتاعته عشان يبقى عبره لغيره عشان حرام الشباب اللي بيشتغل وبيكافح وبياكل لقمه عيشه بالحلال يحصل فيه الكلام ده. طيب يمكن انا من وجهه نظري ان لم تتوقف قناه الحريه عن دعم حضرتك ومساندتك في هذه القضيه من اجل حفظ حق ابنك يعني بعد انتهاء اكيد استاذ فادي ده الشكر لربنا والشكر لسعادتك اني برضو كنت متابع معايا حضرتك وكنت بتشوف كل الاخبار ان قضيه اندر وصلت لحد فين وربنا يعوض تعبك يا رب وربنا يجبر بخاطر كل واحد وقف معايا في قضيه اندرو ووقف قدام الحق وعارف نفسه اني هيجي في الاخر هيوقف قدام اكتر حاجه قدام ديان عادل اله الحق ربنا طبعا اني هيخاف ربنا وخاف ربنا في قضيه اندرو واشتغل بحقه واشتغل بضمير وجاب حق اندرو وجاب وعوض يعني ان قلت لك صدقني هو بالنسبه للقرار اني يتحول اوراق المفتي مش هيرجع لي اندرو بس اني الحمد لله ان حقه رجع وعشان يبقى عبره الباقي غيره محدش يقدر يعمل حاجه زي كده تاني. نشكر ربنا والواجب اللي حضرتك يعني قمنا بيه ده واجب عام. قناة الحرية دائما تقف مع المستضعفين والذين يعني يريدون استرداد حقوقهم. احنا دايما بنرفع شعار ان من يملك حقه فهو يملك حريته وده كان واجب علينا. ربنا يخليك تجاه ربنا حضرتك. يخليك يا استاذ فادي يا رب يعوض تعبك تعيش شكرا ليكي وان شاء الله نتابع معاكي حتى تنفيذ حكم الاعدام إن حتى ان شاء الله باذن يبرد الله قلبك. باذن الله هيبقى ليا معايا مع حضرتك مداخله تاني وهقول لحضرتك اني هقول ان تنفذ حكم الاعدام وشفته قدام عيني جثه ولولا مناري قلبي هتطفي وامه تتكوي قلبها عليه زي ما اتكوى قلبي على ولدي الوحيد. ربنا يعزي قلبك يا مدام ايمان ويصبر قلبك انت واسرتك كلها على فقدان هذا الشاب الجميل اندرو جرجس. شكرا جدا لحضرتك. انا هنا بعلن بس حاجه مهمه جدا ان دائما وابدا معلوم يعني لدى الاوساط المجتمع المصري ان الراي العام بيدفع نحو استرداد الحقوق. طبعا نحن نحترم القضاء المصري الشامخ ونحترم الجهات التنفيذيه وكل حاجه لكن عامل عنصر اساسي جدا الراي العام. قناه الحريه عامل اساسي في اظهار الحق لدى الراي العام. يعني احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا ننقل الحقيقه من فرد لمجتمع. علشان الحقيقه دي تظهر وتبقى جليه امام الجميع ويسعى الكثير الى التضامن مع الحق حتى يرد الى اصحابه. يعني انا بقول لكم بس الايديولوجيه لقناه الحريه وتحديدا برنامج الحريه حدث ماشي ازاي. دائما وابدا نرصد احداث فيها انتهاك لحقوق الانسان. أو فيها عنف أو اضطهاد أو قمع أو حاجة ليست ضد الإنسانية. وبنجيب أصحاب هؤلاء الحقوق ليطلبوا بحقهم. ومن المشاهدين معلوم إلى التضامن في حق هؤلاء الناس فنصل مع سويا عبر جسر بقى العدالة والمساواة إلى رد هذا الحق لأصحابه. ده السيناريو بمنتهى البساطة. مدام إيمان على شكلتها أنواع كتيرة جدا من استغاثات بالجنة وأزمات بالجنة بنتقبلها بعد التحقق من مدى صدق
دقها ومدى يعني دقتها، ونبدأ بعد كده نعلنها لحضراتكم. والحقيقة نشكر ربنا بنلاقي عبر شاشة قناة الحرية تجاوب كثير جدا من السادة المشاهدين في التضامن مع أصحاب هؤلاء الحقوق حتى يرد لهم حقهم. هذه ليست المرة الأولى، ولكن كنا وما زلنا وسنظل على هذه الرسالة القيمة. في الحقيقة فعالية يجب رصدها لأنها هي الأولى من نوعها. يعني مصريين بيبهروا العالم جدا بفنهم وإبداعهم، ولكن أن يتصدروا هذا المشهد عالميا فيجب أن نظهر ونسلط الضوء حول هذه الفعاليات. من ضمن هذه الفعاليات الدورة الأولى التي ستنعقد خلال ساعات هذا اليوم، مساء هذا اليوم، للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الذي تنظمه جريدة نداء الوطن ومن خلال مؤسسها ورئيس تحريرها الأستاذ صفوت يوسف. لذلك هو معنا ليرصد معنا وقائع هذه الفعالية الكبيرة التي تقام لأول مرة بالعاصمة الأمريكية نيويورك، والتي تحتوي العديد من الأفلام المصرية العالمية التي ستحصد أيضا في ختام هذه الدورة جوائز عدة. مساء الخير أستاذ صفوت. طب نحاول عودة أخرى أستاذ صفوت يوسف. هو عموما ملامح هذا المهرجان من خلال بعض الصور الأفلام التي ستشارك، من ضمنها مثلا فيلم الدور الأخير اللي احنا كنا رصدنا في قناة الحرية فعاليات هذا الفيلم والعرض الأول ليه ومدى نجاحه، لأن يعني أقاموا أو أنشأ هذا الفيلم أبطال مصرية شرفت مصر وشرفت المصريين في الخارج من خلال إدراج هذا الفيلم في منافسة مع أفلام هوليود في السينمات الأمريكية. الدورة تعتبر هي الدورة الأولى من نوعها، وستطلق بكلية سان فرانسيس ببروكلين نيويورك بمشاركة 12 دولة لأفلام روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية، فأول حدث من نوعه لملتقى الإبداع. من أهم ملامح حفل الافتتاح تكريم نجوم كبار من السينما المصرية على رأسهم الروائي وحيد حامد والفنان سمير غانم. سيعرض فيلمي الافتتاح في موعد حياة من الأفلام الروائية قصيرة بطولة الفنان أحمد بدير، وده مدته 22 دقيقة. وسيتم أيضا عرض فيلم تسجيلي عن الأفلام المشاركة في المهرجان، في فيلم اسمه توشيرت مدته 9 دقائق. وأيضا سيتم عرض فقرات فنية مبهرة لمواهب متميزة. فعاليات المهرجان هتبدأ غدا السبت 20 نوفمبر ابتداء من الساعة 4 مساء بقاعة سان فرانسيس، وسيتم عرض الأفلام تباعا خلال هذه الفترة، من ضمنها فيلم ذا لاسترن أو الدور الأخير، وأيضا فيلم داخل بيه نفس المخرج الدكتور بيتر تاكلا وفيلم ماندي، فيلم الحقيقة أيضا روائي قصير مدته 10 دقائق. معانا المهندس صفوت يوسف رئيس تحرير جريدة نداء الوطن، وأيضا هو المشرف العام على مهرجان السينما الأمريكي. نحاول عودة ليه مرة أخرى. من ضمن الأفلام التي سيتم عرضها الفيلم السوري يوم عادي، فيلم العراقي جذاء، الفيلم المصري فضلنوس، فيلم البحريني عروس البحر، الفيلم المصري أنا اسمي نور. وستقام ندوة جماهيرية في نهاية اليوم بحضور فنانين وصناع الأفلام وإجراء حوار مفتوح حول السينما المصرية بين الواقع والتحدي. حقيقة أنا كمان رصدت من خلال الصفحة الرسمية لهذا المهرجان مشاركة فنانين كبار زي الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي، وأيضا عمر عبد الجليل أو عمرو عبد الجليل، وأيضا مشاركة بفنانين متواجدين في أمريكا. ربما هذا المهرجان يصدر المجال الفني والإبداعي والسينمائي الموجود في مصر للخارج. واختيار نيويورك كعاصمة أمريكا اختيار سليم، واختيار هذا التوقيت أيضا اختيار موفق جدا، لأن الفترة دي بتسبق الأعياد اللي هي بيسموها الهوليديز اللي جاية بقى، السانكس جيفن والكريسماس تايم والهابي نيو يير والحاجات دي كلها. فبتبقى الفترة دي فترة يعني فيها ترقب للأعمال السينمائية قبل أن يهتم الشعب الأمريكي بالأعياد السنوية. يهمني قوي. طيب عودة للمهندس صفوت يوسف رئيس تحرير جريدة نداء الوطن. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم.
احنا بنقتلع او يعني بناخد منك الوقت الثمين اللي انت دلوقتي بتجهز بيه افتتاح المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون عشان نحاول نرصد معاك اجواء هذه الفعاليه ونعرف منك ايضا تفصيليا حول توقيت الافتتاح وتوقيت الختام وما سيعرض خلال هذا المهرجان المميز. هو الفيلم المصري الامريكي للسينما والفنون في دورته الاولى، هذه الدورة مهداة لاسم الراحل الكبير الكاتب الكبير وحيد حامد والفنان الكبير سمير غانم. والدورة النهاردة الافتتاح 19 نوفمبر بنيويورك، وهو المهرجان الأول من نوعه في أكبر تجمع عربي من الأفلام المشاركة من أكثر من 14 دولة عربية. والأفلام ما بين أفلام روائية طويلة، روائية قصيرة، أفلام تسجيلية ووثائقية. وطبعا المهرجان فعالياته 3 أيام، تنطلق اليوم 19 نوفمبر حفل الافتتاح، غدا عروض الأفلام وهناك ندوة عن السينما والمرأة، ثم الختام يوم الأحد وإعلان النتائج الخاصة بهذه الدورة. كويس، ممتاز جدا. الفنانين المشاركين في هذا المهرجان يا أستاذ صفوت، يتم التكريم في الدورة الأولى الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي، وهيتم في الختام تكريم الفنانة ليلى علوي. وفي ضيفين شرف للمهرجان، طبعا نربط الفن بالعلم طبعا، يعني السينما هي التي تبحث عن تقديم القيم المجتمعية أو إبراز العلماء والشخصيات التي أسهمت في إطراء المجتمع. ففي ضيفين شرف للمهرجان في هذه الدورة، هما الأستاذ الدكتور فاروق الباز أستاذ الجيولوجيا ورئيس الاستشارة عن بعد في جامعة بوسطن، والعالم الجليل والكبير خبير الطاقة المهندس إبراهيم سمك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الطاقة. ممتاز جدا. يمكن برضو ده يدفعني لأن أسأل حضرتك، أنت لك باع طويل جدا في العمل الصحفي يا مهندس صفوت، وأنا شخصيا يعني تشرفت بمقابلة حضرتك قبل كده في مصر. اهتماماتك كبيرة جدا حول المواطنة والحقوقيات، مجالات يمكن مقتربة بالوضع السياسي أو الحقوقي في مصر. من أين جاءت لك الفكرة في الاهتمام بالشأن الفني والسينمائي من خلال إقامة هذا المهرجان في دورته الأولى؟ هو مش اهتمام شأني فني، هو دايما انت بتنظر ان لو انت عايز ترتقي بالقيم الإنسانية او تنهض بالإنسان اديله حاجتين، اديله ثقافة واديله تعليم. فبالتالي الفن هو الطريق او الجسر ما بين هذين العنصرين، الفن هو اللي بيرتقي بالنفس ويهذبها، والثقافة هي التي تمنع الأفكار المتطرفة أو الأفكار الظلامية إلى آخره. أي مجتمع صحي بينهض على هذين العنصرين، الفن والثقافة. ممتاز جدا. شايف مدى إقبال، لو احنا بصينا لكل الأحداث العالمية أو الدول حتى اللي بتبقى مشغولة بالفن وبالثقافة وبالموسيقى وبالسينما إلى آخره، هتلاقي هذه الدول أكثر تحضرا وأكثر فكرا وأكثر وعيا وأكثر حبا للفن، وهي التي تصنع التغيير في الشعوب الأخرى. أتفق جدا معاك. عايز أرصد معاك مدى إقبال الجالية المصرية بأمريكا حول حضور هذا المهرجان. هو طبعا انا عايز اقول لك ان احنا اول ما جينا خططنا للمهرجان خططنا ان احنا نخدم كل الجاليات العربيه والجاليه المصريه خصيصا يعني، وبالتالي بندعو الكل للمشاركه وللتفاعل، لسبب انك انت عندما تؤسس مهرجان سينما وتعيد احياء روح السينما المصريه وتشجع الموهوبين والمبدعين في كل المجالات السينمائيه، فانت بتفتح باب طريق جدا وطريق انك انت تشجع الفكر السينمائي الجديد الذي يعبر عن الواقع ان ينهض ويقوى ويثمر وياتي باعمال ايجابيه. عشان كده في افلام كثيره جدا مشاركه يمكن صنعها شباب، وهذا هو الاتجاه الخاص بالمهرجان. نتمنى لكم التوفيق في هذا المهرجان يا باشمهندس صفوت، ونتمنى ان شاء الله ان تتكرر دوراته للسنين الجايه، كل سنه كل دوره جدا. يعني تثمر عن ابداع المصريين سواء في مصر او في الخارج من خلال هذه الاعمال الفنيه والسينمائيه الجميله. شكرا جدا لحضرتك وكل الدعم ليك. شكرا. اوكي سلام. قناة الحرية الحقيقة يوم الأحد الماضي ومن خلال برنامج الحرية والحدث، وهو اسم على المسمى حرية وحدث نرصد الأحداث، كان هناك حدث جلل من خلال إقامة المعرض السنوي لكنيسة سان جون أو ماريو حنا الحبيب بكوفينا التابعة للوس أنجلوس كاونتي. ويعتبر هذا يعني تحديدا يعني المعرض ده سنويا بيرصد أو بيحصد
العديد والعديد من الإقبال الجالية القبطية المصرية في كاليفورنيا. لذلك تواجدت كاميرا قناة الحرية من خلال التجول في هذا المعرض ومقابلة أهم الحضور فيه لرصد ملامح هذا المعرض السنوي. ربما هو توقف العام الماضي لكن هو يعني منذ سنوات طويلة يعني ما أعرفش يمكن 15 سنة ولا أكثر بيقام هذا المعرض بشكل منتظم. تقابلنا مع أبونا أغسطينوس حنا راعي كنيسة ماري يوحنا كوفينا، وتقابلنا مع شخصيات من أهم الحضور في هذا المعرض، وقوبلنا بحفاوة بالغة جدا من شعب كنيسة كوفينا. نشكرهم على هذه الحفاوة في الاستقبال وهذه المحبة في الترحيب، ونتمنى دائما أن احنا نغطي هذه الفعالية سنويا في كل سنة تقام فيها الفيستيفال بتاع سان جون. هنرصد من خلال كاميرا قناة الحرية أجزاء محددة من هذه الفعالية وتغطيتها، ولكن نوعدكم بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء بتوقيت كاليفورنيا، 11 مساء بتوقيت نيويورك، سنرصد التغطية الكاملة لفعاليات المهرجان السنوي لكنيسة سان جون. نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضركم بعد ذلك. نرحب بحضراتكم النهارده من كنيسه سان جون ماري يوحنا الحبيب بمنطقه كوفينا بلوس انجلوس في اقامه فيستيفال سنوي المعرض السنوي للكنيسه، والنهارده يعتبر اليوم الختامي ليه. من بركات المعرض السنوي المقام السنة دي في كنيسة سان جون ماري يوحنا الحبيب بمنطقة كوفينا إن احنا نتقابل مع ملاك هذه الكنيسة أبونا أغسطينوس حنا، واللي احنا كمان النهاردة بنحتفل بعيد الرسامة 32 لقدسه على كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. شكر محبتكم. 14 نوفمبر ده بتاع عيد رسامة مثلث رحمة البابا شنودة، وأظن نيافة الأمبسرابيون برضو 14 نوفمبر، وهو كان بيحب المناسبة دي يرسم أسقفة وكهنة. بعد إحنا 30 سنة يعني عجزنا، نعتمد على صلواتكم. الفيستيفال السنة دي اللي فيه، وده بعد توقف عام بسبب كورونا السنة اللي فاتت، وإحنا الحقيقة ترددنا أننا نعمله برضو السنة دي باعتبار أنه الوباء ما خلصش لسه ولسه في تحذيرات وبتاع، لكن نبهنا على الشعب أنهم يستعملوا الماسك، ونشكر ربنا أنه ما حصلش إصابات أو حاجة وحشة. يعني كان في مبارح أعداد كبيرة قوي ليل ونهار، وكل حاجة مشيت بخير وسلام، نشكر ربنا. حابب برضو أعرف من قدسك يا ابونا أغسطينوس آخر كتاباتك وإصداراتك الجميلة الكتابية، لأنك أنت بتمتعنا جدا بما تصدره. تعيش أنا، شكر محبتكم. الحقيقة أنا شغال حاليا في كتاب عن تجميع جميع النبوات عن المسيح في العهد القديم، ودي عددها زيادة عن 300 نبوة. يعني الكتاب اللي صدر لغاية دلوقتي، وفي عدد كبير من النبوات اللي عملوا أبونا شنودة ماهر في كندا، فعدت النبوات اللي فيه طلعوا 65. فأنا حسب معلوماتي إن النبوات حوالي 330 عن المسيح وحده، فأنا بجمعهم وإن شاء الله نطلع بهم كتاب في القريب العاجل بصلواتكم.
إن شاء الله. كلمة أخيرة لقناة الحرية، وأنت عارف المحبة الكبيرة لقناة الحرية حياة شملها من قدسك، وبالذات العلاقة والتواصل الخاص بينك وبين دكتور رأفت وليم. تعيش، احنا سعداء بقناة الحرية والقنوات المسيحية الفضائية عموما، لأنها بتنشر اسم المسيح وكلمة الله ورسالة الخلاص في نطاق واسع جدا في العالم. وربنا يباركهم ويبارك القائمين عليها، وسلامي وتحياتي للدكتور رأفت، كنا نحب نشوفه معنا النهاردة. نتمنى إن شاء الله أن يكون موجود في القريب. ربنا يكون معاكم ويبارك في خدمتك ويبارك فيك، وشكر محبتك واهتمامك. شكرا ليك أبونا أغسطينوس حنا ملاك كنيسة مار يوحنا كوفينا، واللي بنحتفل النهاردة بعيد رسامته. إلى منتهى الأوام يتسابونا. خالص كتر خيرك، صلواتكم وربنا يبارك فيك. شكرا لقدسك. الاول نحب نتعرف بيكم. تريز انت بتعملي ايه بالظبط النهارده؟ فيس بينتينج. طيب الفكره دي جت منين، وهل دي موجوده كل سنه في الفيستيفال؟ اتس سبوست تو بي، يعني كل المهرجانات في الكنيسه بتبقى اتس فيري اكسايتد للاطفال، فدي حاجه بتفرحهم قوي. لما بنفرحهم احنا كمان بنبقى فرحانين. طب ممتاز. الالوان اللي بتستخدم دي طبيعيه مناسبه لبشره الاطفال؟ يس، سبيشال فور ذا فيس بينتينج، اتس مور سيفتي. اوكي، جود جوب. ثانك يو. اتعرف بحضرتك؟ امل. اعرف برضو الخدمه بتاعتك النهارده ايه؟ معلش انا اسفه. فيس بينتينج. طيب الاطفال مبسوطين بالحاجه الجميله ديت والافكار اللي بتجي لكم في الرسومات اللي على وشوشهم؟ طبعا. افكار مثلا زي ايه؟ مثلا في فلاورز، في باتر فلايز، في حاجات كتيره. هما بيختاروا هنا من الليست الرسمه اللي هما يحبوا ياخدوها. بتفضل عليهم بقد ايه؟ يعني على حسب ما بيلعبوا، يعني على حسب 5-6 ساعات 7 ساعات، يعني على حسب ما بيلعبوا كده طول الفصل. اوكي، ربنا معاكم وكل سنه طيبين. من الشخصيات الجميلة اللي موجودة معانا النهاردة الكاتبة والصحفية الأستاذة سلوى رز. بنرحب جدا بوجودك النهاردة في الفيستيفال بتاع سان جون. أهلا وسهلا بيكم كلكم. عايز أعرف منك النهاردة مشاركتك في الفيستيفال، وأي اللي فرق النهاردة عن كل الفيستيفالز اللي فاتت اللي اتشاركت فيها؟ طبعا الفيستيفال السنة دي هي زي رجوع الابن الضال إلى أبوه، وزي ما ربنا قال مثل الجوهرة الثمينة اللي كانت ضاعت مننا لقيناها، وكل الحاجات الحلوة دي. يعني هو بالضبط فعلا الفيسيبل ده بمثابة حاجة كانت ضايعة مننا، أو أكل احنا جعانين ليه، وروحانية محتاجين لها صلاة. هي يبان ان هي اكل وشرب وكده، بس في طبعا المكتبه بتعرض حاجات يعني غذاء روحي، ف كل حاجه رجعت مكانها، فاحنا يعني بقينا ستيبل يعني دلوقتي. طيب انت لمستي النهارده فرحه الناس بعوده الفيستيفال بتاع سان جون، تحديدا سان جون، لان ده بيعتبر اكبر تجمع عائلتي في لوس انجلوس سنويا. طبعا سان جون هي كنيستي،
اللي أنا جيت عليها من مصر وأبع اعترافي فيها وأنا طبعا بشوف المجهود اللي بيقوموا بيه كلهم وربنا مبارك فعلا. وهم أهل الكنيسة ماري يوحنا ناس كرمة، بس مش عشان أنا منهم، لا يعني هم كلهم كرمة يمكن ما عدا أنا. لا لا، أنت على رأسهم. بقى أنا 3 أيام يعني النهاردة كنا بنقول لبعض الناس كلها تبقى زعلانة جدا، والفيسبل بينتهي النهاردة اليوم الثالث على التوالي. نشكر ربنا، مبسوطين جدا بمشاركتك في الفيستفال. وكلمة أخيرة لقناة الحرية. قناة الحرية هي من اسمها جميلة قوي، بحريتها بانطلاقاتها في كل مجال، يعني ببثها لكل الطوائف المسيحية طبعا، الإعلامي المتميز فادي يوسف ده غني عن التعريف يعني. تعيشي كل سنة ونشوفك إن شاء الله دائما بالخير في كل الفيستفالز الجاية إن شاء الله. شكرا ليكم. شكرا ليك ماما سالية. شكرا. كنا النهارده نتجول في فيستفال السنوي لكنيسه سان جون بكوفينا، والحقيقه شمل العديد من الاركان، اركان موسيقيه واركان شرقيه، اركان اكلات ومشروبات، واركان العاب اطفال، واركان صور وايقونات، اركان خدميه واركان موسيقى. الحقيقه كان الفيستفال النهارده مليان بحاجات كتيره جدا، غطينا قدر الامكان اهم المحطات اللي فيه، ونتمنى تكون اسعدنا حضراتكم في متابعة البرنامج الحرية والحدث. الحقيقة حاجة جميلة جدا، وفكرة اللي انت تنقل الأجواء المصرية في الخارج دي حاجة صعبة، ومع ذلك الناس دي كان عندها القدرة ان هي تعمل البهجة في نفوس وفي وشوش كل الحاضرين. انا شخصيا انبهرت بحاجات كتيره جدا موجوده في الفيستفال دوت. قدره فول انا ما شفتهاش غير في مصر، اكلات شرقيه وكمان حلويات شرقيه، الات موسيقيه وعزف، الروح المصريه العامه هناك، حتى يعني الناس نفسها بروحها المصريه الاصيله كانت طاغيه على اجواء هذا الاحتفال. عشان كده تفصيل هذه الفعاليه ورصد كاميرا قناه الحريه ليها ان شاء الله هتكون بكرة الساعة 8 مساء على شاشة الحرية، وأيضا هيكون بتوقيت نيويورك الساعة 11 مساء. كما سنبقي على هذا التقرير في صفحة القناة على الفيسبوك واليوتيوب إن شاء الله بكرة بعد الإذاعة. قبل أن أختم الحلقة، في بيان الحقيقة صدر هام جدا من بطريركية براشية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، أو بنسمي كده الكرسي الأورشليمي. أنا خلال الساعات اللي فاتت رصدت جروبات الحقيقة مجهولة، معرفش مين مصدرها، نشرت أخبار أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت أحقية الكنيسة القبطية في دير السلطان، وأن الرهبان رفعوا علم مصر على كنيسة، والأنبا أنطونيوس مطران كورس الشريمي ماسك عضو قاعد في الدير عمال يعزف. كل الكلام ده كاذب تماما. الصورة المعروفة للأنبا أنطونيوس في صورة قديمة وهو بيعزف لأنه يجيد العزف على العود، والصورة اللي تم برضو الخداع بيها للرهبان وفوقهم علم مصر ده أمام السفارة المصرية بالقدس وليست دير السلطان، والصورة العامة لدير السلطان ليست تواجد هناك الأقباط غير راهب واحد فقط، أعتقد اسمه أبونا مسائيل أورشليم هو الممثل للكنيسة داخل هذا الدير، وما زالت الأزمة قائمة بتسلط الأحباش على دير السلطان وانحياز السلطات الإسرائيلية ليهم برغم حكم صادم ليهم وسابق بحقية الكنيسة القبطية لهذا الدير، لكن لم يتم الأخذ به. لذلك بعد الاطلاع على هذه المنشورات الكاذبة قمت بالاتصال بأحد الرهبان وأعلن لي حقيقة الوضع، ليس هناك جديد وهذه كلها أخبار كاذبة. وما لاحقه بعد ذلك بيان من براشية بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس تنفي فيه
ما تم تداوله في الأيام الأخيرة على موضوع قرار محكمة بإعادة دير السلطان للكنيسة القبطية ورفع العلم المصري على الدير. وكما أود أن أوضح أن هناك قرار سابق للمحكمة الإسرائيلية مفاداه تسليم الدير للكنيسة القبطية وذلك منذ عام 1971. طب ليه السلطات الإسرائيلية متعنتة في تنفيذ الحكم؟ يعني كان في الأزمة بتاعت حرب مصر وإسرائيل من 67 لحد 73 وما لحقتها من نكبة إسرائيل بعد الحرب ديت جعلت السلطات الإسرائيلية تتعنت في تنفيذ حكم المحكمة العليا بحقية الكنيسة القبطية لهذا الدير. ثم بقى بيتكلم ان فيما يتعلق بالصوره المنتشره فتم التقاطها امام السفاره المصريه في تل ابيب اثناء الانتخابات الرئاسيه منذ 3 سنوات ليس علاقه بينها وبين الدير. ولذلك نرجو من الجميع مسؤولي صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات تحري الدقه في مثل هذه الاخبار وعدم تداولها الا بعد مراجعه الموقع الرسمي لبطريركيه الكرسي الاورشليمي والصفحه الرسميه لبطريركيه توقيع الانبا انطونيوس موتراني الكرسي الاورشليمي، وهذا ما اعلناه سابقا حتى قبل اعلان هذا البيان. من مهم جدا الامانه في المعلومه، ومش مهم تاخد شير ولا تاخد لايك ولا تنتشر اكتر ما يكون عندك مصداقيه. واعتقد من وجهه نظرنا ان المصداقيه هي علامه الامانه في 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 الحياه، يعني تكون عندك مصداقيه اكتر ما يكون عندك اهتمام بنشر اخبار كاذبه. مثلا برنامج الحريه والحدث احنا دايما ننشر الحقيقه بعد التاكد من انها حقيقه، مش عشان فرقه اعلاميه عشان ناخد تراكنج فيو عالي او ننشر اخبار كاذبه نيجي بعد كده نعتذر عنها او ممكن نتجاهلها تماما بعد اعلان حقيقتها. لا، يمكن أنا دلوقتي في مواجهة مباشرة مع حضراتكم، لم يسبق لهذا المنبر أن صدر أي خبر أو معلومة كاذبة أو مضللة. لا شيء نعتذر عنه، لأن كل ما تم رصده في قناة الحرية وتحديدا في برنامج الحرية والحدث هو الحقيقة والحقيقة الكاملة، والسعي من وراء يعني كشف هذه الحقيقة أو نشرها رد الحق لأصحابه. أتمنى أن الرسالة دي تستمر. في الختام أرجو أن تشاركوني باسمي وباسم كل العاملين في قناة الحرية الصلاة من أجل أن تستمر الخدمة في هذه القناة الرائعة التي قد باركها الله منذ 8 سنوات، وأتمنى إلى منتهى الأعوام تستمر خدمة قناة الحرية وبرامجها المتميزة في نشر الروحي، النشر الروحي، النشر الاجتماعي، النشر الثقافي، النشر التوعوي. الثاني رسالة سامية جدا، نرجو من الجميع أن يدعم قناة الحرية في استمرار هذه الرسالة إلى منتهى الأعوام. أرجو من جميع السادة المشاهدين الذين يشاهدون الآن أن يدعموا قناة الحرية بكل الأشكال الدعم علشان تستمر هذه الرسالة ولا تتوقف أبدا. وأرجو أن تكونوا دائما من المستفيدين ومن المستقبلين لهذه الرسالة التي تقدمها القناة، وتشعروا دائما أهميتها ولذلك أهمية استمرارها. أتمنى قبل أن تقدموا سبل الدعم التي تتوافر لديكم أن تصلوا صلاة خاصة من أجل هذه القناة وأن تصلوا من أجل استمرار الخدمة بها. في الختام أشكركم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج الحرية والحدث، ولا يسعني في النهاية إلا أن أرسل إليكم رسالتي المعتادة، سلاما لأهل القبط وسلاما لأهل مصر وسلاما لكل العالم.